السلام عليكم. اولا شنو هي نوع المطالب اللي كتطلبوا بها؟ اش كيحتاج السكينه؟ بدايه تحيه نضاليه لكافه الجماهير الشعبيه، تحيه صمود لكل المناضلين والمناضلات عبر ربوع هذا الوطن، يعني تحيه صمود الى الحراك الريفي، يعني على الصمود ديالهم الدفاع عن المطالب ديالهم العادله والمشروعه. كما كتشوفوا اليوم يعني وقفه احتجاجيه هنا من داخل منطقه بني فرسان، يعني اقليم يعني تازه، يعني اليوم جات ساكنه بني فرسان يعني من اجل انها تحتج على الاوضاع ديالها المزريه، على سياسه الاقصاء والتهميش اللي تعاني منها يعني من طرف ليس والمجلس الجماعي وليس وكذلك يعني العمله والدولة بشكل عام، يعني اللي كنهج واحد السياسة ديال الإقصاء والتهميش والعزلة، يعني اللي كنعاني من هنا المنطقة، يعني مجموعة من المطالب والمشاكل اللي نعاني منها المنطقة، يعني هي يعني نعتبروها مشاكل هي أساسية وأساسية جدا، يعني لا سوى الماء، لا سوى الطريق، لا سوى كذلك يعني التهيئة على مستوى يعني هنا المركز ديال بني فرسان، يعني الناس هنا كما كتقال يعني يعني الندرة ديال المياه الصالحة للشرب على مستوى يعني الدواوير اللي تعيش واحد الحالة اللي كنعيشها واحد الحاله اللي هي كارثيه اللي بالاكيد ما كتختلفش عن باقي المناطق على مستوى المغرب اللي كيعانيو من نفس المشكل ديال العطش. المشاكل تتعدد وتتعدد من الجهات المسؤوله لا سوى من المجلس الجماعي ولا كذلك من الجهات اللي من العماله ولا سوى الدوله بشكل عام، يعني كان حوارات من قبل، كان نقاشات معهم على اساس انهم يشوفوا المطالب ديال الجماهير الشعبيه هنا من داخل منطقه بني فرسان، لكن دائما نفس الاجابه دائما للمماطله واستمرار السياسه ديال النهج ديال سياسه الاقصاء والتهميش من داخل هذه المنطقه اللي يعني العزله اللي هي يعني مازال اكثر من 20 سنه اكثر من 30 سنه وهي كتعاود فيها من الانتخابات كيجي مجلس كيمشي مجلس دائما نفس الوضع الحاله ديال التهميش وديال الاقصاء من داخل المنطقه. شنو هي الخطوات النضاليه اللي ناويين تقوموا بها مستقبلا؟ الاكيد الوقفه الاحتجاجيه ديال اليوم ما هي الا يعني البدايه الاوليه، وقفه يعني احتجاجيه انذاريه للجهات المسؤوله من اجل انها يعني تحمل المسؤوليه في الاوضاع اللي تعيشها هذه المنطقه، تفك العزله عن هذه المنطقه، تحقق المطالب للجماعات الشعبيه، تفك يعني وتفك العزله عن المنطقه. الاكيد لان ما غنوقفوش في هذا المسار هذا ديال الوقفه والرجوع للمنازل، المعركه ديال المنطقه هنا والحراك والفعل النضالي غيستمر، غتكون اشكال نضاليه يعني من داخل المنطقه ولا سوى من داخل المنطقه قلت ولا سوى من خارج المنطقه، يعني عن طريق الوقفات والمسيرات الاحتجاجيه للعماله واشكال نضاليه متنوعه اللي غتكون مستقبلا اذا لم تتحقق المطالب العادله والمشروعه ديال السكينه. وفي الاخير يعني كنحملوا المسؤوليه على الاوضاع اللي عايشه المنطقه لا سوى المجلس الجماعي كما قلت ولا سوى الدوله بشكل عام. شكرا.